خلينا نستقبل دكتورة عبير طلعت، الأخصائي النفسي والتربوي. مهم جدا نتكلم معاها الجانب النفسي لأحبابنا ذوي الاحتياجات الخاصة. دكتورة عبير، سلام عليكم وصباح الخير عليكي. وعليكم السلام. صباح النور حبيبتي، صباح الفل عليكم. يا أهلا وسهلا دكتورة عبير. طبعا حضرتك مطلعة على المشكلة، وأعتقد متابعانا من بداية الحلقة الخاصة بالارتباط من ذوي الاحتياجات الخاصة. هل نقدر نقول إن ذوي الاحتياجات الخاصة دكتورة عبير ليهم بعض السمات النفسية والشخصية الخاصة بيهم، ويجب علينا جميعا احترامها وتقديرها ومعرفتها عشان نقدر نتعامل معاهم تعامل صحيح؟ طبعا يعني في البداية، لو طالما إن يعني البنت أو الشاب أخذ قرار واقتنع بزوج أو زوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لابد إن هو يدير هذا الاحتياج بما يناسبه. يعني مفترض انه يعرف ان الاحتياج ايه بالظبط، او الاعاقه في ايه بالظبط، سمعيه، بصريه، في الكلام، فهل هي متقبله ده، هتعرف تتعايش مع ده. وطبعا بعدها لازم يكون في نوع من التوعيه والمعرفه والتدريب والمهاره على التعامل مع النوعيه ديت من الاحتياج او الاعاقه او غيره. يعني حتى ان سبحان الله، يعني مفترض ان انا لما يعني ابسط البسيط، احنا كشعوب او يعني عموما، لما بنشوف حد من ذوي الاحتياجات الخاصه، مجرد الدعاء اللي هو يعني الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، المفروض ان يحرم شرعا ان انا اقوله بصوت عالي. ايوه، عشان ما اذيهوش. بالظبط، دي يعني بدايه اداره الاعاقه، او بدايه في اول حاجه القبول. هل أنا هقبل دوت، هتعايش مع ده، نوعية الإعاقة نفسها، يعني هيبقى العلاقة الزوجية سليمة، هل أنا هتقبل القبول إن هي تعرف بالضبط نوعية الإعاقة، وإيه يعني القصور اللي هيبقى موجود، أو إيه الاحتياج اللي أنا هكمله، أو إن الزوج هيكمله لزوجته اللي بالظروف دي، وهل أنا هعرف أعمل ده. هتدرب على ده، طبعا محتاج تدريب بالزبط. ومحتاج يعني توعية ومعرفة عالية جدا. فده مهم. فأول حاجة القبول. طيب، هل أنا هتقبل ده ولا لا؟ طب دكتور عبير، يمكن واحد من التعليقات اللي جات لنا دلوقتي واحنا بنتكلم، حد بيقول ان هو من فاقدي البصر، وبيقول المشكله بتبقى في تعايش المجتمع، ولكن من باب الامانه في العرض، هناك بعض العائلات اللي بتقبل بالتعايش وبتوجد نماذج ناجحه جدا، وهناك نماذج من زواج معاق بمعاقه وغالبا بتنجح، ولكن بشرط ان تكون لديهم ليس لديهم نفس المشكله. يعني ما ينفعش كفيف اعاقه تكون مختلفه عن بعضها. بالظبط، يقصد لازم تكون نوع الاعاقه مختلف عشان يقدروا يساعدوا بعض. وهنا بيجي السؤال، هل ممكن في الأول يبقى الموضوع جاي بنظرة محبة شديدة ومراية الحب عمية، وبعد ما يتجوز يصطدموا بصخرة الواقع ويرجع بعد كده يقول يا ريتني ويا ريت اللي جرى مكان، ومفروض ما كنتش أتجوز حد بالشكل ده؟ هو الفكرة إن إحنا في الارتباط العادي أو معايير الاختيار العادية، المفروض بيكون نظرة عقلانية ويعني أكتر من النظرة العاطفية. فبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا، ده النظرة العقلانية والتفكير والحسابات بتبقى أكتر بكتير من الأوضاع العادية. ليه؟ علشان يعني الحياة شوية بيبقى فيها يعني متطلبات أكتر. ما نقولش إنها فيها صعوبات، إن شاء الله يعني منهم الناس اللي ما شاء الله تفوقوا جدا في مجالاتهم وتفوقوا في حياتهم الخاصة، ويعني انا على علاقه بكثير من الناس كده وما شاء الله، بس ده سبقه تفكير. يعني طب انا هاخد نوعيه العلاقه، نوعيه الاعاقه، طب نوعيه الضعف نفسه او مستوى الضعف، هنكمل بعض في ايه، هيبقى محتاج ايه، وهكذا. قدر الامكان طبعا ما فيش حاجه بتتقاس 100% اكيد، ولكن في ما شاء الله انا شفت حالات فعلا من متحدي الاعاقه، سواء في العلاقات الاجتماعية أو في التعليم وتربية الأولاد وكلام من كده. فالفكرة إن الموضوع فعلا يعني المعايير تتحسب، وطبعا العاطفة في الحالة دي بتبقى معيار ضعيف جدا، لأن الموقف محتاج تفكير أكتر من أي حاجة.
طب حضرتك بتقول يا دكتور عبير العاطفة هنا بتكون قليلة جدا وبيحكموا العقل أكتر بكتير من أي حد غيرهم، معنى ده إن ممكن يبقى في وجهة نظر أخرى بتتكلم عن الشخصيات دي، ربنا يعافيهم ويتم عليه نعمته يا رب، إن هم بيكونوا يعني أكثر حدة شوية في التعامل لأن هم عقلانيين قوي، العاطفة مجنبنا، فبالتالي أكثر عصبية في الكلام، لو دخل في نقاش معين لا ممكن يحتد فيه، هل فعلا دي من ضمن سماتهم اللي المفروض احنا نعرفها ونحترمها ولا لا ده ظلم ليهم اصلا؟ بالعكس، هم اشخاص حساسه جدا، وحساسيتهم دي نتيجه سوء المعامله وسوء الاداره، ان فعلا الناس بتجرحهم في التعامل او مش بياخدوا بالهم، خاصه في الدول اللي هي مش بترعى ان عندها معاقين، لا الرصيف معدل ذلك ولا وسيله المواصلات ولا بياخدوا فرصهم في العمل، فبالتالي هو احساسه بالظلم سواء الظلم الاسري نتيجه التنمر به في البيت والتنمر به في المدرسه معانا دكتور عبير واضح فيه راح فقدناها، طريقه التعامل مع زميله صاحب الاعاقه او وهكذا، فبالتالي احنا بنخرج لمجتمع كله بيتنمر بكله، فلذلك هو العصبيه اللي عندهم دي نتيجه لصعوبه الحياه اللي ما فيش رعايه ليها. احنا بنشوف في دول ما شاء الله عاملين حسابهم مكان مخصوص لركنة العربية، مكان مخصوص في المواصلات، لازم إجباري بالقانون إن يبقى له نسبة في المؤسسات الحكومية والخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة عشان يعرف يعيش، إنما الدولة اللي هو بيتظلم فيها من بداية من الأسرة والمجتمع والشارع والعمل لابد ان هو هيبقى عصبي، لابد ان هو هيبقى تعبان، يعني على حسب التعامل المحيط ده بينعكس على شخصيته وعلى على نفسيته. بنشكرك دكتور عبير طلعت الاخصائي النفسي، شكرا جزيلا.